يخليهم يدمروا البلد ويقتلوا ناس عايشه وتاكل وتشرب معاهم. عامله بنتي شكرا على الملاحظه. طبعا انا يعني لا نعرف من وراء هذه الكارثه، ولكن الذي يحسن ان المسلمين بطبيعة المسلمين لا يمكن أن يشتركوا في أمرك هذا ولا يقبلونه أبدا. اللهم إلا إذا كان هناك مصري استلبت مصرياته واستلبت طبيعته وشبهت مشاعره وأفكاره نتيجة ارتباطه بجهات الأجنبية. أنا أعتقد أن هذه الكارثة استهدفت أمن المصريين جميعا، استهدفت أمن الشارع المصري، ومن هنا يجب على المصريين جميعا، ولا أريد أن أقول مصريين أفضادا، ولكن المصريين بشكل عام مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى أن يضعوا أيديهم في أيدي بعض، وأن كما كان يحدث قبل ذلك تعالق الهلال والصليب بالتصدي لمثل هذه المؤامرات التي إن طالت المسيحيين اليوم فغدا تفرق بين مسلم وقبطي.